هاد الصبيحة هادي جبنا هاد الوليدات على أساس باش يديروا واحد تيست، واحد تيست في العدو، في مجال ديال العدو الريفي. كما كتعرفوا هادي جمعية فتية يلا كي تخلقات هنا في المدينة، ويلا رحنا في البداية ديالها. والوليدات ديال زيو تبارك الله عليهم، زعما يعني اش غادي نقول لك، يعني هاد التيست هذا بين بلي كاين مواهب هنا في المدينة، مواهب هنا في المدينة. إن شاء الله مستقبلا احنا رحنا معاهم هاد الوليدات هادو حتى يكونوا رمز، ولا كما كنقولوا حنايا حتى يزيدوا لقدام، إن شاء الله نزيدوا بهم لقدام. وكنشكروا يعني أعضاء ديال الجمعية على التعب ديالهم، من ضمنهم رئيس الجمعية السي أحمد عواج، السي خالد معاشي أمين المال، السي محمد نائب الكاتب العام، بوفروس سي الدهري، كذلك سي هشام مرتاح اللي صراحة عنده بعض الشباب في الجهة ديال مرشال اللي تبارك الله وصل النبي عليهم. وشكرا زيو سيتي على هاد الاستضافة ديالهم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر السي عبد الجليل زيو سيتي اللي ديما حضر معنا في جميع التظاهرات اللي كيديروا في المدينة ولا في المنطقة، وكنشكر الناس اللي حضروا معنا، المكتب المسير ديال نادي الزاوية لألعاب القوى، وبعض الأساتذة وبعض الإخوان، والوالدين تاع بعض الدراري اللي جاوا يمارسوا هذه الرياضة. إوا كنتمناو من الآباء تاع هاد الدراري هادو يشجعوهم باش يجيو يديروا الرياضة خير ما يمشيو يديروا شي حاجة أخرى. حنا الهدف ديالنا من هذه الرياضة باش نجمعوا واحد المجموعة تاع الدراري باش ما يلعبوش كرة في الزناقي ويديروا الصداعات ويضربوا الكواري في البيبان تاع عباد الله، ويمشيو يمارسوا شي حوايج اللي ماشي هما هذوك. حنا درنا هذه المبادره وكنتمناو من الناس باش يتعاونوا معنا باش يسيفتوا وليداتهم ينخرطوا في النادي، واخا ما عندناش الحلبه وما عندناش الامكانيات. هذا العام ما غاديش نستافدوا بالمنحه لا والو، راه غير المجهود نتاع الاخوان هكا، حتى الجوائز راه حنا مجينا جبنا له جوائز غير الدراري نتاع المكتب هكا اللي ساهموا. وكنتمناو باش يسيفتوا ولادهم يمارسوا هذه الرياضه اللي وكنشكر مره اخرى زيو سيتي والطاقم تاع زيو سيتي، من المدير ديالها حتى المراسلين لا اللي في اوروبا والجاليه ديالنا والناس نتاع ابنا زيو في العالم واصدقاء الزمن الجميل. حنا كنطلبوا منهم المساعده هكا باش نشريو شي تونيات لهاد الدراري وباش يكون عندنا حنا نادي وكنعنا ابطال، لان انا راني مارست هاد الرياضه راه مده 20 سنه. لعبنا غير النوادي تاع الناظور، نادي سد الريف الى الناظور لعبنا، و دابا كنتمناو هادو باش يمثلوا المدينه ديالهم من هنا الفوق. النظر في خمسه ديال النوادي، حنا زيو ما كانش عندنا حتى شي نادي، راه درنا هاد المبادره كنتمناو الناس كاملين الساكنين تاع زيو باش يتعاونوا معنا باش هاد الوليدات ان شاء الله يكونوا عندنا ابطال تاعنا اللي غادي يمثلوا هاد المدينه. وشكرا سي عبد الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنقدم لكم راسي عبد الله مختاري. اليوم نضموا واحد يعني المؤسسين ديال هذا، نضموا واحد يعني تظاهر رياضيه، والحمد لله كان والحمد لله كان كل شيء داك الشيء في المستوى، وكان نطلبوا يعني من المؤسسين يعني والاخرين يعني يكون عندنا مدار يعني في المستقبل يعني، ويعني ونحققوا الحلم ديالنا. السلام عليكم، سميتي ايمن البكاوي. تنشكر جميع الطاقم الاخر ديال الجمعيه اللي ساعدونا والاخر، والمدرب ديالنا عواج اللي ساعدنا ودنا كل شيء والاخر. انا نقول لكم بان الرياضه راه مفيده للانسان، لانها تتوازن معاه، تتوليه نشيط ورشيق وتمشي في صحه جيده. وشكرا. خصنا يمشي يتعاطل شي حاجه في الصبح. واه وشكرا.
السلام عليكم، انا سميتي دعاء النابت، كنقرا في السابعه في اعداديه ديال صبره، وحنايا جينا هذا النهار باش نديروا واحد الرياضه باش نجريو. والصراحه اللي شجعني في هذه الرياضه انا كنت كنبغيها بزاف، وهدرت مع عمي هشام وهو قال لي غادي يدخلني في واحد الجمعيه باش نبقى نمارس هذه الرياضه. صراحه انا كتعجبني بزاف.